بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية. اليوم عندنا موضوع الاقترانات الزائدية الانفرس إلها. إذا اقترانات الانفرس الزائدية، تتمحور هاي الاقترانات حول سينش انفرس للإكس وكوش انفرس للإكس، وعندي هان تانش انفرس للإكس. تمام، رسماتهن بسرعة، رسماتهن راح نشوف رسماتهن. رسماتهن عبارة عن، تمام، هاي رسمة سينش انفرس للإكس ورسمة كوش انفرس للإكس، يكون عندي كالتالي: من عند الموجب واحد وتضل طالعة طلوع، عند تانش إكس بلشنا جت، عند تانش انفرس للإكس يكون عندي بهذا الشكل: من عند الماينس واحد من هان، ومن عند تنحصر من عند الموجب واحد. تمام. إذا هذا هو درسنا لليوم. يظل عندي شغلة أنوح عليها وتعودنا عليها، إنه الإنفرس هايبربوليك فانكشن. مثلا عندي سينش إنفرس للإكس، هان طبعا لا يساوي عشان ما تتخربط سينش إنفرس موجب واحد للإكس، تمام، ولكن سينش عشان أذكرك بيها تقول لي أطلع من خطيط هو ماينس واحد، هان طبعا يساوي لنا واحد على سينش إكس. تمام.